وي جينا في خبر جديد، يعني خبر ربما غادي يكون شويه يعني كما قال لي واحد، قال لي كثرت علينا في الاخبار السيئه، قال لي كل ما نشوفك نشوف خبر سيء. خويا ما عندي ما ندير لك، اخبار تاع برشا راه كلها سيئه في سيئه، مع مين اللي غادي نجيب لك انا اخبار جيده؟ ما كاينش. راك تشوف الوضعيه نتاع النادي كراها دايره من خبر سيء الى أسوأ. المهم في جديد الاخبار تاع اليوم، يعني هناك تلميحات وليس بخبر اليقين، يعني هناك فقط تلميحات. جرت العادة يعني في برشلونة لما يخرج الرئيس ويمدح مدرب النادي فهذا يعني في أغلب الأحيان كيكون مراه قرار الإقالة، خصوصا لابورتا. ولكن هذه القضية مش كما كانش غير في لابورتا، كان في كل رؤساء النادي اللي فاتوا من قبل. لما يخرج رئيس النادي نتاع البارسا ليمدح المدرب ديالو ماشي يعطيه ثقه، من كيكون عطيه ثقه كيعطيها له في الكواليس، اما من يخرج الصحافه وكيبدا يمدح في المدرب ديالو فغالب الاحيان، انا اقول في غالب الاحيان وليس كل الاحيان، في غالب الاحيان تتم اقاله المدرب. هادشي اللي وقع مع سيتين، هادشي اللي وقع مع كومان، هادشي اللي وقع مع بزاف ديال المدربين، كيخرج يمدح بحال مثلا كيقول له زعما شكرا على الفتره اللي اديتها معانا. هذا هو المدح اللي كديروا الاداره تاع برشلون من تبغي تجري عليه واحد المدرب. يعني هذه راها ماشي يعني ماشي خبر اكيد، ولكن يعني تلميحات من الاداره. ربما الادارات يعني كتصيفط واحد الميساج لكسافي، اما ان ترجع النتائج كما كانت ويرجع اللعب كما كان، او الاقاله. فهذا راه الا ما كانتش اقاله فعليه فهذا غادي يكون ميساج تحذيري لتشافي. ويذهب البعض، يعني البعض يذهب الى ابعد من ذلك، كيقولوا بانهم كيوجدوا ماركيز اللاعب السابق تاع برشلونه. الكل يعرف ماركيز المكسيكي، اللاعب اللي كان في برشلونه المكسيكي. راه الان ماركيز كان يلعب دفاع، مع كان يلعب مع بويول، كان يلعب مع ميليتو، كان يلعب يعني مدافع ممتاز انا كنت نبغيه بزاف. الان ماركيز راه كيخدم مع الفريق، هو المدرب تاع الفريق بي تاع برشلونه. فالبعض يقول لك بانه راه لابورتا كيوجد ماركيز باش يخلف كسافي لو تمت اقالته، ولو يعني ماركيز يخدم غير مؤقت بلا ما لقاو مدرب. يعني هذا هو التوجه. كاين واحد الاخبار اخرى كتقول بان بعض اعضاء الاداره نتاع نادي برشلونه يعني صافي وصلت لهم العظم، صافي يعني ما قدوش يصبروا على كسافي اكثر من هذا الشيء اللي راه واقع. فهذه يعني ليست باخبار، يعني ماشي خبر يقين، ولكن تكهنات وبعض يعني المحادثات داخل اداره برشلونه، لانه المشاكل الكرويه اللي راه واقع في برشلونه والنتائج السلبيه، يعني ضروري غادي يكونوا اجتماعات، غادي يكون تفكير، غادي يكون يعني باش يلقاو حلول. من بين الحلول لو تمت اقاله كسافي غادي يكون ماركيز المدرب المؤقت بلا ما لقاو مدرب، او تعطى يعني الفرصه لماركيز. هذا ان تمت اقاله كسافي، لانه كسافي بدا كيدابز مع الاداره، راه في علاقات يعني غير جيده مع ديكو، علاقته ببعض اللاعبين، يعني بعض اللاعبين صافي وصلت لهم حتى هما العظم، يعني ذاقوا ضرعا من 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 الخطط نتاع كسافي وطريقه اللعب نتاع كسافي، يعني وبعض المرات كسافي يغير في التشكيلات، يعني حتى واحد ما عارف شكون هو اللي كيلعب تيتولار، شكون اللي ما كيلعبش تيتولار، شكون اللي كيلعب رسمي، شكون اللي ما كيلعبش رسمي، شكون اللي وتغيير الخطط ما خلاش الانسجام، يعني واحد المشاكل جمه كتمر بها البارسا في عهد كسافي. الكل كان يتنبأ بأنه كسافي غادي يكون مدرب يعني ممتاز لبرشلونه، ولكن وقع العكس تماما. فالبعض يعني النقاد وبعض الصحفيين وحتى بعض الجماهير وانا واحد منهم كنقولوا كيف يلعب كسافي؟ ما هي خطط كسافي؟ ما هي طريقه واسلوب اللعب تاع كسافي؟ مازال ما عرفناش كسافي باش راه يلعب، مازال ما عرفناش. التوزيع ديالو ديال اللاعبين يعني في الميدان مبهم، كتعرفش اللاعب فين راه يلعب، في شنو راه يدير، ما هو دوره، ما يعني بعد كيقولوا له كما كنقولوا بعد التوجيهات كيعطيها كسافي في المقابله ما تفهم والو. اش راه باغي يدير؟ يعني ما عندوش واحد مخطط، ما عندوش واحد فكر كروي، ما عندوش واحد اسلوب لعب، ما عندوش واحد، يعني اي مدرب شفناه في العالم عنده طريقه لعب ديالو. الكل يعرف بانه مورينو عنده طريقه لعب دفاعيه محضه، وكيعتمد على الهجمه المرتده، او ملي كيكون الفريق يعني ضعيف شويه كيخرج للهجوم، صابين يتلاقى مع فرق قويه كيولي لا ديفونس يلعب على الهجمات المرتده. هذا اسلوب لعب. اونشيلوتي كيلعب كره مباشره، حتى هو كيلعب شويه لا ديفونس حيت طالياني، ولكن مع الفرق الصغيره كيلعب هجوميا.
كتمشي تاني لويس إنريكي اللي كان عندنا مدرب سابق تاع برشلونة، كيلعب بطريقة هجومية محضة. غوارديولا كيلعب بطريقة هجومية يعني محضة 100%، الكل يهاجم الكل يدافع. يعني كل مدرب عنده أسلوب لعب ديالو، كيمزج ما بين المدارس الكروية اللي تعلم فيها وما بين الأساليب الكروية، وكيختار واحد الطريقة بعد ديالو ولا نهج تكتيكي ديالو كيعتمد عليه. والنهج التكتيكية ويعني الطرق اللعب في العالم معروفة، ماشي مبهمة، قال اللاعبين يعرفوها وحتى المشجعين ولاو يعرفوها. دابا غير كتدخل شي فرقة انت كمشجع يعني متابع نتاع الماتش غير من التلفازة كتقول هاد الفرقة راه لعبها ب 4-4-2، هادو راهم كيلعبوا ب 4-3-3، يعني الطرق باينة. معك سافيش راه يدير، مازال ما عرفناش. حتى الإدارة نتاع برشلونة تتساءل، والحكا والنقاد عفوا والصحفيين الكاتالونيين يتساءلون كيف يلعب برشلونة في عهد كسافي، ماذا يريد كسافي من اللاعبين. حتى اللاعبين بعضهم، بعض اللاعبين ما عرفوا، ما بقوش يعرفوا شرا باغي كسافي منهم، شو بغوا يديروا. بعض اللاعبين راه تخربق لهم اللعب، بحال ليفاندوفسكي كيقول كان هاد الساعه، ولكن كسافي كيولي يردني فوناف، كنولي حتى الوسط الميدان نجيب كره ونطلع. كيف جواو فيليكس جابته برشلونه باش يلعب 11، كسافي كيردوا فوناف كيدخلوا الوسط الملعب، ما تفهم والو. يمين يامار جناح ايمن كيولي بعد مرات يلعب كجناح ايسر صغير، الولد واش ضغط عليه بهذه الطريقه هذه. ما بعض اللاعبين ما عرفوش لا ديفونس، راك تشوف كل مره كيلعب لنا بتشكيله في شكل. المهم مسائل كثيره وما مشاكل كثيره مع كسافي، حتى تكتيكيا يعني كسافي بين بانه ضعيف، فقير كرويا كما كنقولوا، عنده واحد الفقر كروي، واحد الفقر تكتيكي، واحد يعني هذا الشيء هضرنا عليه وهضرنا حنا كمتابعين. اما الان فالهضره على مستويات كبيره داخل برشلونه، راه دابا اعضاء اداره واعضاء منتخبون ويعني المنخرطون في النادي والصحافه الكتالونيه والمشجع الكتالوني اللي كيمشي يشري التكتيكيه ديالو ويدخل الملعب، هادو اللي ولاو يهضروا على الضعف التكتيكي نتاع كسار. حنا بكري كنا كنهضروا عليها، حنا راه ملي بدينا وحنا كنهضروا عليها يعني غير في الكواليس، غير في الشاشه في التيك توك. اما الناس الان فبدات كتهضر يعني في الصحافه الكتالونيه، راه مشكل دابا. فلهذا يعني كسافي تعطات له فرص كثيره وتعطات له يعني دعم كثير، تعطى له حتى بعد الصحفيين كيقول لك ودي كسافي يعني اهمل اللاعبين، يعني خرج لهم على ماشي خرج عليهم، يعني حتى اللي مع كسافي فقد الثقه ديالو. علاش؟ ما كيعرفش يوظف اللاعبين داخل رقعه الميدان، ما كيعرفش يوزع اللاعبين داخل رقعه الميدان، فهذا كيخلق بلبله للاعب وكيخلق واحد ضعف شخصيه اللاعب وكيخلق واحد انهيار داخلي للاعب بدون قصد. فلهذا يعني الصحافه انتبهت مؤخرا لهذه القضيه، هذه حنا هضرنا عليها، هذه راه ما عرفتش شحال من فيديو. يعني كسافي اخطاؤه كثرت حتى بدات تبان العيان كامل، كانت النتائج كتغطي شويه على الاخطاء. ايوا راه غلب 1-0، راه غلب واحد الاحصائيه داروا هذه يعني بعض النقاد في برشلونه، لقاو بانه البارسا في عهد كسافي لعبت 106 او 108 ماتش على ما اظن، في 108 ماتش غلب 67 ماتش، خلينا بالتعادلات والخسارات ما غاديش نذكرهم، غلب في 67 ماتش، من بين هاد 67 ماتش 38 مقابله غلبها ب 1-0. هاد الشيء ما كانش برشلونه في 38 مقابله تغلب 1-0، يعني كتغلب بشق الانفس بين 67 فوز، يعني اكثر من نص نتاع الفوز تاع برشلونه في عهد كسافي 1-0. يعني كما كنقولوا حنا 1-0 شنو هي 1-0 في الكره؟ يعني غلب بالحظ وصافي. فهذه راه احصائيه نتاع النقاد ماشي ديالي انا، ما جبتهاش انا من راسي. فالبعض كيقول لي انت كيلومني، واحد قال لي كل ما نشوفك نشوف مصيبه جايه. يا اخي راه الوضعيه الكارثيه اللي راه فيها البارسا، واش غادي تبقى تهضر على المحاسن تاع برشلونه وهي ما كايناش؟ راه كنقولوا غير واقع، راه حنا مشجعين يعني متيمين بالبارسا، ولكن الواقع شيء اخر. مش نبقاو نكذبوا على راسنا، كنبقاو نغطيو الشمس حنا بالغربال، فالله يهديكم. يعني الهجوم في عهد كسافي اصبح يعني عقيم لدرجه تخيف. وعندك اسماء، المشكل ان الصحافه الكتالونيه كتقول لك كسافي عنده لاعبين، عنده اسماء، ولكن ما عرفش يوظف في هذه الاسماء وهملها كما كنقولوا، خرج على هذه الاسماء. حتى البعض يعني بقى كيشك في راسه، واش انا العاب ولا ماشي العاب؟ فيعني لا خطط، لا فكر كروي، ما يغامر، ما يجبد جديد، ما يعرف يدير شونجمويات، يعني بزاف اخطاؤه كثيره. فهذه كانت اخر التلميحات من الاداره
ربما تكون إقالة، ربما، وشكراً.